السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن الفاكتوريزيشن. فاكتوريزيشن يعني اسبليت الرقم لمجموعه من الارقام حاصل ضربها هو الرقم دوت. وبالتالي مثلا اي اتنين ديفايزر لرقم بيعتبروا مثلا one of the ways لفاكتورايزنج الرقم. البرايم فاكتوريزيشن من اليونيك برايم فاكتوريزيشن ثيرم بيقول لك اي انتجر اكبر من واحد يا اما برايم يا اما برودكت اوف برايمز. مثلا السبعه برايم، خلاص برايم. ال 300، ال 300 مش برايم، هي حاصل ضرب 2 في 2 في 3 في 5 في 5، او اللي هو 2 اس 2 في 3 اس 1 في 5 اس 2. يبقى ال 300 بتعتمد على البرايمز 2 و3 و5. طيب لو احنا عايزين نفاكتورايز الرقم لرقمين بس، يعني عايزين بصوره اخرى عايزين نجنريت الديفايزرز بتوع الرقم، نقدر نعمل ده ازاي؟ احنا المره اللي فاتت واحنا بنتست البرايم قلنا احنا مش محتاجين نعدي على اكتر من السكوير روت بتاع الرقم. لو قبل الاسم على رقم قبل السكوير روت يبقى في رقم تاني بعد السكوير روت. احنا هنستغل نفس الفكره دي، هنعدي على الارقام لحد السكوير روت، لو قبل الاسم على رقم لحد السكوير روت يبقى اخوه على طول موجود معانا، يبقى ادي الاي لو قبل الاسم عليها وان على اي، يعني ال 16 لو قبلت الاسم على الاثنين يبقى ال 16 على الاثنين ب 8، ده الفاكتور الثاني. طيب لو في هنا تشيك مهم نهندله بره، اللي هو الكيس بتاعت السكوير روت اللي ليه انتجر سكوير روت. ال 16 4 في 4، لو ما خدتش بالك ممكن تدخل الاربعه من هنا وممكن تدخل ال 16 على الاربعه من هنا، فاحنا بنهندلها بره لوحدها. اي في اي بي ان، يعني 4 في 4 في 16، لاحظ ان احنا واخدين الفاريبل ده بره، فهو هيوصل لحد الاي في اي اصغر من ان، هيقف عند الاربعه ونعمل التست ده هنا. خلي بالك الليسته دي ليست اوف ديفايزرز بس هي مش لسه سورت. الاوردر بتاع الكلام ده كام؟ زي التست بتاع البرايم بالظبط، سكوير روت ان، بس خلي بالك ان دوت لازم يعمل سكوير روت ان عكس الايه البرايم تيستنج. البرايم تيستنج لو كان لها الرقم قبل الاسم على خمسه مثلا هيقف خلاص، لكن ده لازم هيمشي الاي في اي كله. طيب عايزين نبتدي نفكر ازاي نجنريت البرايم فاكتورز بتوع الرقم، يعني زي ما قلنا فوق 302 في 3 في 5 كل واحد فيهم ليه ايه باور. ممكن كطريقه سيمبل، احنا المره اللي فاتت شرحنا سيف وقلنا سيف بيخلينا نجيب برايم معينه في رينج ان. انا ممكن اعدي على كل برايم واقول للان هل انت بتقبل الاسم على البرايم ده؟ قالت لي اه، هزود الكاونتر واقسم على ان. مثلا لو كانت البي دي ب 28، هل بتقبل الاسم على الاثنين؟ اه، يبقى بقى معانا 28 على الاثنين، يبقى معانا 4. بتقبل الاسم على الاثنين؟ اه، يبقى معانا كمان 2، وهكذا. بس الطريقه دي مش افيشنت قوي، في طريقه ثانيه افضل منها. الطريقه دي احنا هنحاول نعمل فيها ايه؟ احنا عايزين نستخدم السيناريو بتاع جيتنج الديفايزرز اللي عملناه من شويه علشان نجات البرايم فاكتورز. في عندنا مشكلتين، المشكله الاولى ان التشيك بتاع ان مود اي ده لما كنا بنعمله كان معناه ان في ديفايزر، ما انا المره دي لو جبت الاثنين مش عايز اجيب الاربعه والسته والثمانيه والحاجات دي. طب ازاي ان نورك اراوند حوالين الموضوع دوت؟ الفكره ببساطه جدا في السطر الجديد ده، ان على اي. ان على اي دي عملت ايه؟ لو دلوقتي رقم زي 300 جواك 2، اه هات الاثنين اللي جواك، بقى ناقص 150 ناقص 150، هات كمان 2 ناقص 75، في 2 الثاني مفيش. لاحظ ان 300 بتقبل الاسم على الاربعه، هل دلوقتي لما نيجي عند الاي باربعه ممكن تقبل الاسمه؟ استحاله. ليه؟ لان الاربعه دي مش برايم، وبالتالي في برايم اصغر منها هي بتقبل الاسم عليه، فهو صفى كل الاثنينات اللي موجوده. يبقى لما تيجي الاربعه والسته والثمانيه استحاله يتقبلوا. معنى كده ايه؟ معنى كده ان اي مره الكونديشن ده بيتحقق لازم الاي دي تبقى ايه؟ تبقى برايم، لانها لو ما كانتش برايم هيبقى في برايم قبلها ايه؟ صفى الرقم ده قبل كده. طيب اتبقت معانا مشكله ثانيه، الكود ده اساسا بيشتغل لحد السكوير روت بس، طب افرض في برايمز موجوده بعد السكوير روت هل هيجيبها؟ دي تاني مشكله عندنا. تعال الاول نفترض الكيس ان الان دي برايم نمبر اساسا. لو هي برايم نمبر اساسا يبقى المفروض ان الراجل ده هيمشي لحد السكوير روت، مش هيشتغل ولا مره. فالان هنا هتبقى اكبر من الواحد اساسا، خلاص تعالى نبوشت. طب افرض ان الان ما كانتش برايم ومشينا لحد السكوير روت، وبعد ما مشينا لحد السكوير روت وقعدنا نقسم اتبقى لنا ان وطلعت اكبر من الواحد، ايه البروف ان الان دي فعلا برايم نمبر؟ يعني ليه ما تكونش رقم تاني محتاج نكمل تقسيم فيه؟ في طريقتين عشان نقسم الايه؟ نبروف الموضوع ده. الطريقه الاولى انك تفكر في الرقم الجديد ده على انه سب بروبلم، نيو سب بروبلم. دلوقتي كان معانا ان ب 300، بعد شويه بقت ان ب 150، بعد شويه بقت ان ب 75، ومحتاجين نجرب معاها البرايمز من اول كام؟ من اول الثلاثه. لما تقسم على الثلاثه مش عارف هيبقى 15، محتاجين نجرب بعد كده الخمسه. لاحظ ان انا ايه بقول ايه؟ انا معايا نيو سب بروبلم، معايا رقم جديد، فهمشي لحد السكوير روت بتاع الرقم ده. لو انا ما لقيتش اي حاجه
في الطريق لحد السكوير روت، ده معناه ان النيو سب بروبلم دي في حد ذاتها ايه؟ دي في حد ذاتها برايم نمبر، وبالتالي الان ده لازم هيكون برايم نمبر. الطريقه الثانيه، الطريقه الثانيه هي فاكت مهمه، انك انت تبروف ان لو في رقم يا اما كل البرايمز بتوعه قبل السكوير روت ان بتوعه، يا اما اكبر برايم فيهم بس موجود بعد السكوير روت، وما ان ما فيش غير برايم واحد بس موجود بعد السكوير روت ان كيس ان كان موجود، فالكونديشن ده لو اتحقق هي ايه؟ هيطلعه. طيب الاوردر بتاع الكلام ده كام؟ برضو الاوردر بتاع الكلام ده سكوير روت ان، بس خلي بالك بقى السكوير روت ان دي عماله تقل بشده، يعني الاوردر بتاع دي هو احسن بكتير في الاكشن، يعني براكتيكال احسن من سكوير روت ان. ليه؟ لان الرقم عمال يقل عكس الديفايزرز، الرقم كان ثابت وبيتحرك، دي الاول مره الرقم معانا بايه؟ بيقل. طيب حاجه ثانيه، الفانكشن دي قلنا الاوردر بتاع سكوير روت ان، يبقى لما تبقى في مساله حاول تافويد حاجه تكون محتاجه اكتر من 1 اي تو 12، لان 10 اس 12 السكوير روت بتاعه ب 10 اس 6، فمليون اتريشن مقبول، لكن لو انا مثلا قلت لك 10 اس 18 مليار اوبريشن ما بقاش مقبول، وهكذا. خلي بالك الفانكشن دي مش بتهندل الصفر وواحد، شوف هتهندلها ازاي. طيب عايزين احنا دلوقتي شفنا ازاي نجيب الديفايزرز وازاي نجيب البرايم فاكتورز، عايزين من البرايم فاكتورز نعرف ازاي نطلع الديفايزرز برضو. تعال نبص على الفاكت دي، لو انا دلوقتي معايا رقم عباره عن 16 اللي هو 2 اس 4، الرقم ده ليه كام ديفايزر؟ الرقم ده ليه 5. الخمسه ديفايزرز دول هم مين؟ 2 اس 0، 2 اس 1، 2 اس 2 لحد 2 اس 4. طيب يبقى جنرالي كده لو معايا برايم اس رقم ليه كام ديفايزر؟ ليه ان بلس 1 رقم عن طريق الباورز ايه؟ من 0 لحد الان. طب لو انا معايا رقم عباره عن بي 1 اس ايه في بي 1 اس بي، الرقم ده الاولاني ليه a بلس 1 ديفايزر والتاني ليه b بلس 1 ديفايزر، يبقى حاصل ضرب الرقمين دول في بعض بيساوي ايه؟ بيساوي عدد الديفايزرز بتوع الرقم. تعالى ندي مثال، لو ال 12 ب 2 اس 2 في 3 اس 1 هيكون عندها تبع للرول 3 ديفايزرز في 2 ديفايزرز اللي هم 6. طيب جرب كده، ال 12 ثبت الاثنين عند الصفر وجرب الثلاثة على صفر وواحد، ثبت الاثنين عند الواحد جرب الثلاثة بصفر وواحد، ثبت الاثنين عند الاثنين وساب وجرب الثلاثة بالصفر وواحد، هتلاقي نفسك ما جبتش غير ستة ايه؟ ستة ديفايزرز. لو انت عدلت الكود الفاكتورايزيشن اللي فوق ده علشان يجيب لك الرقم في هيئة بي 1 اس ايه بي 2 اس بي وهكذا، تقدر تكتب ريكيرسيف كود بسيط جدا علشان تجنريت ايه؟ تجنريت رقم من هنا وتروح ريكيرسيف لجنريت رقم من هنا وهكذا. وبرضه تقدر تعمله بطريقه اتريتيف بس هيكون صعب سنة. طيب لو انا دلوقتي بيقول لي عايزك تفاكتورايز رقم، بس انا عارف ان الرقم ده في فورمات ان باور باور ان اس باور، ففي طريقه تقليديه، طيب تعالى نيفالويت الان اس باور ده، انت قلت لي مثلا الان ب 2 والباور ب 4 اللي هو ب 16، تعالى نفاكتورايز ال 16 دي. انا بقى بقول لك لا، تعالى نشوف ايه علاقه الان بالان اس زد وبالتالي تاثيرها على الباور. ادي الان اتقسمت بالمنظر ده، الان اس زد هيكون عباره عن ايه؟ بديهي ان الان ده هيتضرب في زد والبي ده في زد والسي ده في زد، معنى كده ان انا لو معايا ان اس باور وعملت فاكتورايزنج للان اقدر ببساطه اعرف الفاكتورايزنج بتاع الان اس ايه؟ الان اس باور. طب ايه تاثير دوت على الديفايزرز؟ الان قلنا انها عشان a في b في c يبقى a بلس 1 في b بلس 1 في c بلس 1، طب لما تبقى ان اس زد تبقى a زد بلس 1 في b زد بلس 1 في c زد بلس 1. فرغم ان ان اس باور ده ممكن في بعض المسائل يبقى مش بيفيد في لونج لونج حتى، الا ان الان مثلا في رينج ال 10 اس 12 فنقدر نعمل عن طريق التراك ده. اخر حاجه هنتكلم عنها هي بروبلم، يعني حاجه ممكن رينج فاكتورايزيشن او رينج ديفايزرز سام. انا دلوقتي هديك ان واقول لك عايزك فور اتش ان تجمع لي عدد الديفايزرز اللي موجودين عنده، خلاص؟ فالفورورد ثينكينج الطبيعي هيعمل ايه؟ هيروح على الرينج من واحد لان كل مره يقول له روح اعد لي عدد الديفايزرز بتوعك، هات السايز جمع كده، احنا عملنا ايه؟ فور اتش نمبر جمعنا عدد الديفايزرز. طب ازاي نفكر باكورد ثينكينج زي ما عملنا المره اللي فاتت؟ احنا قلنا ايه المره اللي فاتت؟ بدل ما احنا كنا بنروح للديفايزرز هنخلي الديفايزرز هي اللي تجينا، يعني الباكورد ثينكينج بصوره عامه بيبص للحاجه من المنظور الاخر. ازاي ده ممكن يحصل؟ انا ببساطه هكريت اريس نمبر اوف فاكتورز، ده عشان عايز اسجل فيه لكل رقم عدد الديفايزرز دول. وبعدين احنا عندنا ديفايزرز من واحد لان، صح؟ يعني الان دي ليها ديفايزر اسمه ان، فان ده اكبر ديفايزر عندنا. هعدي على كل ديفايزر وبعدين اروح على كل رقم هو بيقسمه وازود الفريكوانسي بتاعه، وبعدين في الاخر هجمع الفريكوانسيز دي. تعالى ندي مثال، لو الاي مثلا هنا جاب 3 في مره من المرات،
فهتروح تقول للتلاتة يا تلاتة أنا فاكتور ليك، وتروح تقول للستة يا ستة أنا فاكتور ليك، يا تسعة أنا فاكتور ليك، يا اتناشر أنا فاكتور ليك. يبقى كل رقم من الأرقام دي زاد واحد بفاكتور ليك. جات الأربعة هتروح تقول الأربعة أنا فاكتور عندك، والتمانية أنا فاكتور عندك، والاتناشر أنا فاكتور عندك، وهكذا. في الآخر النمبر فاكتورز ده هيكون أري كله مليان بإيه؟ مليان بالفاكتورز بتاعت كل رقم، عدي جمعهم ورجع الاسم. طبعا انت مش محتاج الاري دوت، انت ممكن تعمل الكلام ده في انتجر واحد وتقعد تجمعه هنا مره واحده، بس انا بس حبيت اعرفك الايه نمبر اوف ايه النمبر اوف فاكتورز. طيب هل نعرف نعد عدد الفاكتورز دي؟ احنا عملنا طريقتين، طريقه فورورد ثينكينج وطريقه باكورد ثينكينج. هل نقدر نستغل سيف عشان نعرف نعد عدد الفاكتورز دي بطريقه افيشنت؟ يعني هسيبك تفكر فيها شويه. المفروض انك انت تبتدي تفكر في ايه، ان انا عايز اجيب البرايم فاكتورز بتوع كل الارقام. برضو حاجه فيها نوع من انواع حاجه نوع من انواع الباكورد ثينكينج، ان انا هعدي على البرايم فاكتورز اللي في الرينج ده، وهروح ازود البرايم ده عند الارقام كلها، ف16 يبقى عندها 2 اس 4 ومش عارف ايه وهكذا، وتقعد ايه تظبط الموضوع ده بحيث انك انت تعرف ايه تحسبها. يعني هي معقده شويه بس ظريفه. شكرا، السلام عليكم.